الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويجتمع عقب الصلاة بقادة القوات المسلحة ويقدم التحية لأرواح شهداء الوطن. في جلسة مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تتهم روسيا بمحاولة خداع العالم بأكاذيب. والمفوضية الأوروبية تؤكد العمل على تقوية جيوش أوروبا وقدراتها، وتعلن إطلاق الحزمة الرابعة من العقوبات على موسكو. 9 مساء بالقاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. وعقب أداء الصلاة، اجتمع الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم. أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وألقى الشيخ السيد عبد الباري خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته. وعقب أداء الصلاة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر. وأدار السيد الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، ومؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من أعضاء برلمان الطلائع والشباب، حيث شاهدوا المرافق والمنشآت الأكاديمية التدريبية والتعليمية وجانبا من تدريبات طلاب كلية الشرطة. تأتي تلك الزيارات في إطار حرص الأكاديمية على تحقيق التواصل مع فئة المجتمع كافة. أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها لكافة فئات المجتمع ليتعرفوا على دورها في إعداد رجال الشرطة. من هذا المنطلق استقبلت الأكاديمية أعضاء برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، قرابة 200 شاب وفتاة يمثلون 18 محافظة. نظمت لهم الأكاديمية يوما كاملا بنظام التعايش في تأكيد على أواصر الود والتلاحم بين شباب الوطن كقوة واحدة في مواجهة الأخطار. احتكاكهم بطلاب أكاديمية الشرطة بيدي نوع من أنواع الانتماء والولاء للوطن. لازم شبابنا يعرف
من بداية ما هو دخل الكلية الطالب ده بيحصل فيه إيه عشان يوصل إن هو يبقى ضابط يقدر يحمي بلده. عرفني الشرطة المصرية ومكانتها وعظمتها. وللتعرف على دور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات والمستجدات، شاهد الشباب وخلال جولة تفقدية في محراب الأكاديمية إمكاناتها اللوجستية والتعليمية والتدريبية من خلال مشاهدة عروض للطلبة في القوة البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والرماية بالأسلحة، فضلاً عن ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي، إمكانات أبهرت الحضور وأثنوا عليها. شفت تدريبات صعبة وقاسية، بس هي بتطلع أسود قادرة أنها تحمينا وتدافع عن بلدنا. بيقدموا كمية مجهود عظيم وكمية مجهود وتدريبات كبيرة قوي وكتيرة جداً. الطلبة زمايلنا هنا في كلية الشرطة بيقدموها علشان خاطر بكرة وبعد ويقدروا لما ييجوا يطلعوا يستوعبوا أو يبقوا جاهزين هم مؤهلين لأن هم يواجهوا الحياة العملية اللي برا. يوم ممتع جدا، جينا تعرفنا عن حاجات ما كناش نعرفها عن الشرطة، تدريبات، قعدنا اتفرجنا على الشرطة، تاريخ إنشاء الشرطة، أول كلية شرطة يعني تعمل في مصر. أكاديمية الشرطة هي حلم عظيم لكل شاب مصري أنهى الثانوية العامة أو أنهى درجة البكالوريوس عشان يلتحق بالصرح العظيم دوت بحيث أنه يتعلم وينضم إلى رجال الداخلية. وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم عروض مميزة لكتائب الخيالة، فضلاً عن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والحاضرة بفاعلية وقوة في مأموريات مكافحة المخدرات. حاجات كتير قوي مختفية عن الشباب لنتيجة اللي هم بيشوفوا المظهر الخارجي بس، لكن ما بيشوفوش المنظر الداخلي، ما بيشوفوش الإعداد الداخلي لرجل الشرطة إزاي بيتم، إزاي إعداد رجل قانون ورجل شرطة، إزاي اللي هم من خلالهم يقدروا يكافحوا فساد، ينزلوا مصالح جريمة، يقدروا يكافحوا إرهاب. كل الكلام ده محدش يعرفه غير اللي زار الأكاديمية فعلا. تجربة وخبرة كبيرة جدا لنا نحن نكتسبها النهاردة بحيث أننا نشوف أبطالنا وإخواتنا في كلية الشرطة وبنشوف هم قد إيه بيعانوا علشان يحافظوا على الوطن ويحموا الوطن. وأشاد الحضور بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وبالفرصة التي أتاحتها لهم وزارة الداخلية لزيارة هذا الصرح الأمني المتميز إسهاماً منها في تعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل وتعميق روح الانتماء لديهم. أنا شرف ليا أن أكون موجودة في صرح عظيم لأكاديمية الشرطة وأشوف الأبطال اللي بيتعاملوا عندنا في أرض الواقع في سيناء سواء الشمال أو الجنوب، وأشوف النهاردة تدريباتهم وأعيش معهم اليوم بالكامل. لأ ده فخر كبير ليا. بيتيح لك فرصه زي دي انك تدخل مكان زي ده ويكون لك دور او تواصل مع الناس الموجوده دي، فده فخر لاي حد اصلا. تظل اكاديميه الشرطه صرحا تعليميا وتدريبيا امنيا متميزا ومتفردا اقليميا ودوليا بامكاناته التعليميه واللوجستيه، يفخر الجميع بالانتماء لها، كما تحرص على استقبال الشباب ليشاهدوا امكاناتها ودورها في اعداد رجال الشرطه ودعم القيم الانسانيه. زيارات متتالية لكافة الفئات وبخاصة الشباب لأكاديمية الشرطة، الهدف التعرف على مرافق الأكاديمية وكيفية إعدادها لرجل الشرطة بحيث يصبح قادراً على مواجهة التحديات الأمنية، ويندرج ذلك تحت الدور الإنساني والاجتماعي للأكاديمية الهادف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. استقبل سفير مصر في بوخارست مؤيد الضلعي كل من الدكتور محمود ثروت مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصرية ومصطفى رفعت مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر ومسؤول الإغاثة الدولية، وذلك فور وصولهما إلى بوخارست من أجل المشاركة في الجهود الإنسانية على الحدود الرومانية الأوكرانية. وقد استهل فريق الهلال الأحمر مهمته في بوخارست بعقد اجتماع مع السفير الضلعي وأعضاء السفارة، وذلك للتعرف على التطورات الميدانية على الحدود الرومانية الأوكرانية وجهود الإغاثة التي يتم تقديمها هناك. من جانبها قامت سفارتنا في بوخارست بتنسيق تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية لتيسير مهمتهم. هذا وتستمر مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع، وتتضمن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على الحدود. We'll be right back.
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي بينيزيا حصول بلاده على أدلة دامغة لوجود شبكتين من 30 مركزا بيولوجيا بتمويل أمريكي في أوكرانيا نشطة في ابتكار الأسلحة البيولوجية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بناء على طلب روسي حول الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وخلال الجلسة اتهم مندوبو فرنسا وبريطانيا وألبانيا بمجلس الأمن روسيا بمحاولة خداع العالم بأكاذيب. كما اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس أن وصفته بالمزاعم الروسية عن أسلحة بيولوجية قد تكون ذريعة لاستمرار العمليات العسكرية. من جانبها أدانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو الهجمات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا محذرة من استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس. وخلال جلسة مجلس الأمن وصف مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة سيرجي كيسليستيا الحديث عن برامج بيولوجية في بلاده بأنها مجرد تضليل. وأكد المندوب الأوكراني أن التهديدات الروسية تطال الجميع داعيا لإدانة القصف العشوائي الروسي باعتباره جرائم حرب على حد وصفه. وما يجب أن يعالجه المجلس في الواقع هو جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاتحاد الروسي يوميا منذ 24 من شباط فبراير، اليوم الذي بدأت الحرب في روسيا حرب شنتها الحرب في أوروبا حرب شنتها روسيا. ولعل أبرز الأمثلة التي تصدم العالم هي الغارات الجوية الروسية، هذه الغارة التي دمرت مستشفى للتوليد أشرنا إليها مرارا وتكرارا اليوم. إن القصف العشوائي والغارات الجوية لروسيا قد دمرت تقريبا ماريوبول إحدى أجمل المدن على بحر أزوف. أعلنت الأمم المتحدة أن 564 مدنيين قد قتلوا في أوكرانيا منذ 24 من فبراير الماضي، بينهم 41 طفلة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، إذ لم تتمكن بعد من تأكيد التقارير الواردة من المناطق التي يدور فيها قتال عنيف، مشيرة إلى أن معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة، خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية والجوية. تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم عسكري إضافي لأوكرانيا بمبلغ 500 مليون يورو. جاء ذلك في ختام اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي الفرنسية. كذا أعلن الاتحاد الأوروبي دراسة فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي أو النخبة في موسكو. كذلك شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا. في سياق متصل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم إطلاق عملية إعمار ما سببته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من دمار في البنية التحتية. كذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي عقب قمة أوروبية بشأن أوكرانيا.
نحن عبرنا عن دعم للشعب الأوكراني من خلال تقديم معدات عسكرية وطبية ومساعدات إنسانية، وأيضا أعلننا اليوم عن تقديم 500 مليون يورو في هذا الإطار في إطار المساعدات الإنسانية. والدول التي حتى الآن كانت لديها تقليد الحيادة واعتمدت الحيادة مثل السويد التي قررت منذ عدة عقود قررت المشاركة في هذا الدعم الملموس لأوكرانيا. هذا الدعم هو دعم أيضا اقتصادي وسوف نستمر به، وسوف نشارك في استقبال المليونين من اللاجئين. وطبعا ذكرت السيدة الرئيسة بأهمية التضامن، وطبعا أحيي الشعوب التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، سلوفاكيا والمجر ومولدوفيا وسواها. وأيضا سوف تتحمل وسيكون لفرنسا نصيبها من هذه من استقبال اللاجئين. من جانبها شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة العمل على تقوية الجيوش الأوروبية ورفع قدراتها. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أشارت فون دير لاين أن حزمة العقوبات هذه من شأنها عزل روسيا وبشكل أكثر عن المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الحزمات الثلاثة المفروضة مسبقا كان لها تأثير بالغ على موسكو. النقطة الأخرى متعلقة بالوحدة. كان لدينا ثلاث موجات للعقوبات أو حزم للعقوبات قمنا بفرضها على روسيا، وكان لديها تأثير مباشر على روسيا. والآن نعلن فرض الحزمة الرابعة من العقوبات التي من شأنها أن تعزل روسيا أكثر فأكثر عن المجتمع الدولي. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد من أجل أوكرانيا. وأكد زيلينسكي ضرورة بذل جهد أكبر وأن تتطابق قرارات السياسيين مع ما وصفه بمزاج الشعوب الأوروبية. يأتي ذلك بعدما استبعد زعماء الاتحاد الأوروبي انضمامها السريع إلى الكتلة. وأكد زيلينسكي أن الأوكرانيين لا يزالون يقاومون من أجل حريتهم طوال 16 يوما، مشيرا إلى أن هذه المدة أكثر بأربع مرات مما كان معتقدا ومخططا له. كما شدد على أن الشعب الأوكراني لن يتخلى عن قطعة واحدة من أرضه. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستفرض حظرا على الواردات الروسية من المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية. وأضاف بايدن أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العمليات الروسية على أوكرانيا، لكنه أكد أنهم سيتفادون مواجهة مباشرة مع روسيا. وأكد بايدن أنهم سيزيدون التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس. وأوضح بايدن أن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع الدولة الأولى بالرعاية الممنوح لروسيا. قالت نائبة الرئيس الأمريكية كاملا هاريس قالت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث. وأثناء زيارة أجرتها إلى رومانيا أدت هاريس دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مجددة التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي خلال جولة تقوم بها في البلدان الواقعة في الجبهة الشرقية للحلف. Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي تسلمها طلبات 40 مرشحا للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية. وفي بيان أكدت الهيئة أن الأسماء ستعلن بعد الانتهاء من عملية التدقيق. وأكد النواب في البرلمان العراقي أن حديث بعض التحالفات عن أغلبية الثلثين ما زال مبكرا، وإلى الآن لم يتمكن أي تحالف من تحقيق الأغلبية المريحة التي من خلالها سيمر مرشح رئاسة الجمهورية. زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحد مواقع إطلاق الصواريخ الرئيسية في البلاد، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على حملة بيونغ يانغ لبناء أقمار صناعية للتجسس. وأثارت محاولات إطلاق الأقمار الصناعية السابقة لكوريا الشمالية انتقادات دولية لاعتبارها وسيلة لتطوير الصواريخ بعيدة المدى. يأتي تقرير زيارة كيم بعد يوم من أنباء عن زيارة للإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في كوريا الشمالية المكلفة بتطوير الأقمار الصناعية. طالبت مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وتايلاند في بيان مشترك المجتمع الدولي بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم. يأتي ذلك في إطار حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرا حاسما لمكافحة الأوبئة المزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلا عن الأمراض الأخرى، حيث دعت مصر المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني بما في ذلك القطاع الخاص لضمان إتاحة هذه اللقاحات والأدوية للجميع وفي كل مكان دون تمييز. جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دعوته لتبني استراتيجيات فعالة لمعالجة عدم المساواة في توزيع اللقاحات، محذرا من أن التقاعس عن العمل يهدد بمعاقبة الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا في العالم. وأضاف أدهانوم أن البلدان ذات معدلات التطعيم العالية بدأت بالتخفيف من إجراءات الإغلاق ورفعها، بينما تركت بلدان أخرى بمعدلات تطعيم واختبار منخفضة، مشيرا إلى أن النتيجة هي أكثر من 60 ألف حالة وفاة في الأسبوع، إلى جانب زيادة خطر ظهور متغيرات جديدة. أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في آسيا تجاوز حاجز المليون مع ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون بعد أن بدأ في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات في آسيا التي تضم أكثر من نصف سكان العالم وصل إلى 1,045,000، وهو ما يمثل 16% من الوفيات العالمية المرتبطة بكورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من اليوم 19 مارس الجاري بجميع المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي بيانها أوضحت الوزارة أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية.
تسلم أهالي مركز سمنود بمحافظة الغربية 16 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك من خلال متطوعي مؤسسة حياة كريمة. وتقوم القوافل الغذائية بتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز محافظة الغربية. شهدت قرية المهوب بمدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت ليومين بمقر الوحدة الصحية بالقرية. هذا وتم توقيع الكشف الطبي للمواطنين بالقرية وصرف العلاج لنحو 650 حالة من المواطنين. هذا وستنطلق أعمال القافلة الطبية بقرية الموشية بمدينة الدخلة، وتضم أطباء استشاريين في جميع التخصصات الطبية وتنظيم الأسرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تراجع أعداد سفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي أكدت انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي للقناة وفقا للمعدلات الطبيعية، حيث سجلت حركة الملاحة خلال شهر فبراير الماضي أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، حيث عبرت 1713 أو 13 سفينة من الاتجاهين. تشارك رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وتبحث الجلسة تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ. كما تتطرق المناقشات التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 25 من مارس الجاري إلى سياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية. هذا ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية، فضلا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها في العديد من الجلسات والفعاليات التي سوف تقام على هامش الدورة الحالية. إلى ذلك التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. يأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة ووضع المرأة بالأمم المتحدة. هذا وقد استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة والمساواة ما بين الجنسين، وذلك على الصعيد المحلي والدولي خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجية وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية. افتتحت مديرية أوقاف دمياط مسجد المحطة في مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية. وأكد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط محمد سلامة على أن استمرار افتتاح المساجد في كل مكان يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، مشيرا إلى وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد. أذن لنا معالي الوزير بافتتاحي، وقد كلف حوالي 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية ويسع حوالي 500 متر، وقد قام أصحاب الخير في هذا المسجد ببناء صندلة تعلو فوق هذا المسجد ليسع أكثر من 500 مصلي.
رياضيا مشاهدينا، تلقى نادي الزمالك خسارة مفاجأة أمام ضيفه الوادي أو الوداد المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. الخسارة عقدت موقف الزمالك تماما في المجموعة الرابعة وأصبحت مهمته صعبة للغاية في التأهل للدور الربع النهائي للمسابقة القارية. سجل هدف الوداد المغربي واللقاء الوحيد لاعبه يحيى جبران من ضربة جزاء في الدقيقة 48 ليتلقى الزمالك الهزيمة في أولى مبارياته تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي فيريرا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبل البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. مشاهدينا، بتوقعات درجات الحرارة اليوم غد السبت نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ويجتمع عقب الصلاة بقادة القوات المسلحة ويقدم التحية لأرواح شهداء الوطن. في جلسة مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تتهم روسيا بمحاولة خداع العالم بأكاذيب. المفوضية الأوروبية تؤكد العمل على تقوية جيوش أوروبا وقدراتها وتعلن إطلاق الحزمة الرابعة من العقوبات على موسكو.
ختام نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معكم مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء الخيرات يا دينا. مساء النور دينا، مساء النور رجائي، مبسوطة أني أكون معكم النهاردة. شكرا لكم وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. شكرا لحضرتك، موفقة إن شاء الله. شكرا. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.